اول نقطه نبلش بيها من خلينا نقول نشوف طبله مال النسائيه بالمستشفى اللي هي البيشنت ديموغرافي او الهيستوري مال البيشنت. عندنا الايج والويت والهايت، هاي خلينا نقول حاله ثابته عند كل الطلاب، بس من نجي على النسائيه عندنا مجموعه مصطلحات حتلقوها مثلا حروف مختصره، تلقوا مثلا حرف بي، حرف جي، حرف اي. شنو معنى هاي الحروف اللي ممكن احنا نلقاها بالطبله؟ بدايه البارتي، البارتي يقصد بها النمبر اوف لايف بيرث او اي جنين عبر ال 24 اسبوع، حتى لو خلينا نقول ولد ميتا، هاي ستيل بيرث معناها ولد ميتا اوف جستيشن. طبعا هنا احنا عندنا بالعراق ممكن 28 اسبوع وفوق نعتبره ستيل بيرث، الاصغر من هذا يعني زحمه، يعني ما عندنا الامكانيات الصحيه انه نخليه يعيش برا. اكو قسم مستوى 20 اسبوع طفل جاي للدنيا ويعني بالخدج وخلوه يوصل يعني يكبر وينمو كانسان طبيعي. النولي بارا شنو معناها؟ معناها ابد ما عندها طفل عبر ال 20 ويك اوف جستيشن بطن الام. المالتي بارا شو يقصد بيها؟ عندها تو اور مور ديليفريز باست 20 ويكس، يعني عندها على الاقل طفلين او يعني جنينين عابرين ال 20 اسبوع اوف بريجنسي. الجرافيدا شنو يقصد بيها؟ هي التوتال نمبر اوف بريجنسي، يعني كم مره صار عندها حمل بغض النظر شلون انتهت، يا ترى صارت ولاده، كانت اكتوبيك بريجنسي او طبيعيه، او صارت اجهاض او غيرها، ما يهم، المهم عدد مرات الحمل. النول جرافيدا يقصد بها نيفر بين بريجننت، يعني ابد ما صاير عندها حمل سابقا. برايمي جرافيدا طبعا مرات يستخدموها يعني جماعه النسائيه بس يسميها برايمي، ما يكملون الجمله، يقصدون بها انه صارت حامل مره واحده فقط. فعلى سبيل المثال اذا كانت مراه صاير عندها اجهاض مرتين، تو سبونتينوس ابورشنز وثري نورمال انترا يوتراين بريجننسيز، هاي شلون حيوصفوها؟ جي 5، احنا قلنا الجرافيدا يمثل العدد الكلي من البريجننسيز بغض النظر انه شلون انتهت. بي 3 بارتي يعني الاطفال اللي عبروا ال 24 ويك او جوي للدنيا نورمال. الاي 2 هي الابورشنز واثنين ماتوا. هسه نجي على اليوجوال منسترال سايكل، هنا الدوره الشهريه. ثلاث شغلات تهمنا: وين ذا بيريود بيجان اللي هي يسموها مناركي، والنقطة الثانية هي irregularity of cycle، والنقطة الثالثة اللي هي duration of each cycle، يعني شقد تطول بالشهر. فعلى سبيل المثال هنا تشوفون هاي الأرقام 13 5 28 regular، يعني منتظمة هاي كل شهر. معنى هاي الجملة انه ال period بلشت من عمر 13 سنة، تستمر لمدة 5 days وتحدث كل 28 يوم. هسه نجي ناخذ اوفر ريفيو سريعه عن البريجنسي. بدايه الساين والسيمبتومز اللي هي اسوشيتد وذ البريجنسي، طبعا العلامات بالبدايه ممكن تحدث عند معظم النساء اللي هي النوجيا والبريست تندرنس، زياده اليورينيشن، التعب، الصداع، والليتر سايز اللي تحدث بالمراحل المتقدمه مثل هارت بيرن والباك ايك والكونستيبيشن. ان شاء الله حنعطيكم نبذه سريعه عن كل واحد ليش يصير. بدايه نبلش بالنوجيا والفوميتنج. طبعا النوجيا تاثر بالنساء بالفيرست 3 مانث اوف بريجننسي. عندنا ممكن من الاسباب والهرمونال تشينجز اللي حتحدث في بدايه الحمل، بس عادة تكون هي سيلف ليمتد، يعني ما بيها خلينا نقول نيجاتيف كونسيكونسز على البيبي او على الام. لكن اكو فتحة حاله اللي هي نسميها هايبر اميسز جرافيدارم، هاي تكون سيفير فورم اوف فوميتنج وحتحتاج من عندنا انه ندخل البريجننت وومن للمستشفى. هسه عندنا نقطه اللي هي الانكريزد نيد تو يورينيت، ليش تصير عند المراه زياده بالحاجه للادرار؟ طبعا هاي زيادة الحاجة للإدرار حتكون في بداية الحمل وأيضا في نهاية الحمل. زين شنو السبب يعني بدايته وبنهايته؟ بداية الحمل
اللي راح يصير عندنا اللي هو حيكون زيادة بالبلود فلو بالإيرلي برجنسي، وكذلك الهرمونال تشينجز حتأدي إلى زيادة اليورينيشن أول فترات من الحمل، بينما بالفترات الأخيرة من الحمل بهالحالة زيادة حجم الرحم بسبب نمو الطفل وضغط على المثانة أيضا حيزيد الـ need for urination للمذر. اجي على الصداع، عادة وفد شيء شائع جدا بالبريجننسي يحدث، الهوت اند سويتي هاي ايضا سببها بزيادة الكاردياك اوتبوت وايضا البريفرال فازوديليشن، هاي يعني كلها شغلات فيزيولوجيكال تشينجز تحدث اثناء الحمل، يعني ما بيها شيء خوف. ديزينس وفينتينج فتيج بيروكاس فينز وهيمورويز يعني الدوالي والبواسير ممكن تصير. عندنا هنا الابستاكسز، الابستاكسز يقصد بها نوز بليدينج يعني يطلع دم شويه من الانف، عاده هي مو فشي سيريس والكوز انون ما يعرفون يعني شنو السبب ليش تصير. هايبرتنشن والبري اكلامسيا هاي خلينا نقول من الشغلات اللي ممكن تكون باثولوجيكال مو فيزيولوجيكال تشينجز، نتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل بعدين. عندنا نقطه ثانيه هي الثرومبو امبوليزم او الدي في تي دي فين ثرومبوسيس، اعتقد اخذتوها بالعلاجات. طبعا بالبريجننسي الدي في تي كلش بي هاي مورتاليتي ريت عند النساء الحوامل، او حتى اذا كذلك البولمينري امبوليزم ايضا ممكن يصير. طبعا عاده النساء في فتره الحمل تكون عندهم 5 مرات مور لايكلي تو ديفلوب دي في تي عن الشخص المراه الغير حامل. الاوديما ايضا يكون في شيء نورمال بالبريجننسي، ممكن 80% من النساء يصير عندهم. البريثلسنس حس نفسه ينقطع من عدد النفس، هاي ممكن نقول بالمراحل المتقدمه من الطفل يكبر يبدي يضغط على الدايفرام يعني يضغط على نفس البريجننت وومن. الابيتايت والويت جين ايضا حيصير بها تغييرات، خلينا نقول بدايه الحمل ممكن قل الشهيه بسبب لعبان النفس، بس بسرعه ما من يعني بتقدم فترات الحمل ممكن الشهية تبدي تزيد، وايضا ممكن يصير عندنا الوحام والكريفينجز يعني انواع معينه من الطعام. الباك ايك ايضا ممكن تصير الام بالظهر، وعندنا هنا الليج كرامبس او التشنجات اللي تصير بالقدم بالعاده تروح بعد يعني دقائق قليله، واغلب شيء تحدث بال يعني الترايمستر الثاني والثالث. طبعا السبب مو كل جدا مفهوم ليش يصير، لكن اكو عده خلينا نقول نظريات تحكي بهذا الموضوع. الاول وحده هي تشينج بالسيركيليشن وكذلك الستريس، يعني المراه البريجننت خاصه بالاشهر المتقدمه ممكن توصل زياده الوزن عندها 10 كيلوات الى 12 كيلو ممكن اكثر، فهذا حيسوي لنا ضغط اكثر على القدم وبالتالي تتعب وممكن تصير هاي الكرامبس. النقطه الثانيه الطفل الجروينج بيبي ممكن حيسوي لي بريشر على النيرفز والبلاد سبلاي اللي رايحه للقدم وبالتالي حيسوي لي هاي التشنجات. والنقطه الثالثه ممكن لها علاقه بالتشينج بالكالسيوم ميتابوليزم اللي ممكن يصير خلال البريجننسي، هاي كلها شغلات ممكن تؤدي الى الليج كرامبس، بس يعني خلينا نقول ماكو شيء متاكدين من عنده 100%. هسه نجي على البري نيتال بيريود بسرعه. ما الحبل احنا نقسمه الى 3 ترايمسترز، كل واحد من عندهم ننطيه 13 اسبوع. البرينيتال بيريد تقسمها الى عده مراحل. المرحله الاولى اللي هي يسموها الامبريونيك بيريد. امبريونيك بيريد شنو نقصد بها؟ فتره التكوين الجنيني مثل ما تشوفون بهاي الصوره، هاي الامبريونيك ان هنا الطفل بعدها اورجانز مالته دا تتكون، يعني ايده دا تتكون، راسه دا يتكون، اعضاء الداخليه دا تتكون. من يعبر 8 اسابيع هسه صار عندي طفل كامل بس حجمه صغير، يعني الايد موجوده الرجل موجوده الراس موجود، ويبتدي ينمو بالاسابيع اللي تليها من الحمل. فذلك الفتره الاولى الامبريونيك الفتره الجنينيه يعني اللي تصير بها قسامات الخلايا السريعه، وراها الفيتال بيريد اللي هي الطفل يبدي ينمو بيها،
وراها البرينيتال بيريود اللي هي خلينا نقول الفتره اللي تسبق الحمل من 27 ويك والى حتى الدليفري ممكن خلينا نقول لل 40 ويك. هسه هنا عندنا مصطلح اللي هو يسموه estimated date of delivery. احنا شلون نحسب شوكت يعني تجينا امرأة حامل، شلون نحسبون جماعة النسائية شوكت حيصير عندنا الولادة؟ هاي شوية تركزوا لي بيها. هم يضيفون 9 أشهر و7 أيام يعني تقريبا 280 يوم شوكت the last the first date of the last menstrual period. احنا بصورة عامة gestation نعتبر يعني من اخصاب البيضاء الى الحمل 38 اسبوع، بس هم من يحسبون هنا يحسبوا 40. شنو ال 38 شنو ال 40؟ حتى ان شاء الله تبسط لكم الفكره هاي الصوره. اذا تشوفون انتم المنسترال سايكل هذه عاده تبدي من الدي 1 اللي هو المنسز فتره الحيض، والدي 14 اللي هو يصير بيه الاوفيوليشن. واضح؟ فذلك احنا المرأة ما تقدر تحدد يا يوم صار الأوفيوليشن، صار يوم 12 13 14 15، ولا نقدر نحدد الأخصاب شو كت صار بأي يوم بالضبط، بس المرأة ممكن تحدد الفيرست ديت اوف لاست منسترال سايكل، تقدر تحدد يا يوم صار عندها نزول الدم فيصير الحساب من هنا. فبما انه احنا بنتكلم يعني تقريبا اكو اسبوعين بين هذه المدة، لذلك يصير المجموع 40 اسبوع، بس هو بالحقيقة يعني من الاخصاب للولادة هو 38 اسبوع. فهي تنتبهوا للشغلة فرق الاسابيع. هسه هنا ايضا مصطلحات ممكن تلقوها بالطبلات بالمستشفى. هذا الـ EDD ستكلمنا عليه اللي هو Expected Date of Delivery. الـ FMP اللي هو First Missed Period. خلينا نقول شنو الفرق عن last menstrual period. last menstrual period يعني اخر مره نزل على ال pregnant woman bleeding او يعني female bleeding، بينما ال first menstrual period بيا تاريخ، يعني مثلا اكو ناس ما يعرفون بالحمل مالتهم غير ورا مثلا شهر شهرين، يلا تعرف خاصه بالمسلسلات المصريه تجي راسا حامل بالشهر الثالث، احنا هنا من اول اسبوعين تعرف عندنا بالعراق. ال first menstrual period هنا ايش نقصد بيها؟ انه شو وقت اول تاريخ انت افتقدتي بي يعني ما نزلت بي الدوره، فمنها ممكن تكون يعني انديكيشن للحمل او خربطه بالدوره او غيرها. الاف ام ممكن ايضا تلقوها بالطبلات، يقصد بها الفيتال موفمنت، يعني مثلا فيتال موفمنت يعني طبيعيه مو طبيعيه يعني او غيرها. البي سي او اس هو بوليسيستيك اوفري سيندروم، هذا ان شاء الله نمر عليه لاحقا. الان تي دي هذا يسموه نيورال تيوب ديفكت، هذا عبارة نوع من أنواع التشوهات الجنينية. إذا حبينا نشوف عنه في شيء سريع، هذا النيورال تيوب ديفكت يعني به هواية أنواع. شوفنا هنا مثلا هذا الأنسيفالي، احنا السباينا بافدا ممكن يكون من اشهرها، اللي هي ممكن تكون open ممكن تكون closed. سباينا بافدا انسيفالي، تمام، هاي نيورال تيوب ديفكت، هاي ممكن من بسبب استخدام يعني تريتمنت تيراتوجينيك وغيرها. وهاي ان شاء الله حسوي لكم بيها يعني محاضرة منفصلة على التيراتوجينيسيتي وال pregnancy category بال use of medication. ال FL يقصد بها الفيتال لايف، PT pregnancy test، CS cesarean section يعني قيصرية ولادة قيصرية، NVD يعني normal vaginal delivery. هاي كلها تلقوها على الطبلة بالمختصرات، ما تلقوها يعني مشروحة، فهي لازم تحفظ المصطلحات. ال PUC premature uterine contraction يعني تصير تقلصات بالرحم بس مبكرة، أو خلينا نقول ولادة مبكرة. ال RDS هذا سمير respiratory distress syndrome ممكن يحدث في البيبي اذا عندنا ممكن تصير يعني اشكالات بالحمل. هسه البريجننسي تيست اللي اكيد لحضراتكم مداومين بالصيدليات شايفين بالصيدليه ينباع، شنو الهدف من عنده؟
هذا يدور على فد مادة اللي هي HCG أو نسميها Human Chorionic Gonadotropin. هاي بس يصير الإمبلانتيشن، يعني من صار الفيرتلايزيشن مال الإيج، إمبلانتيشن دخلت بالرحم، ممكن بعدها بثلاث أيام يصير بوزيتيف. هذا حيبدي يتضاعف كل 48 ساعة إلى أن يوصل البيك مالته بعد 50 إلى 75 يوم، ثم بعدها يبدي يقل بالسكند والثيرد تريمستر. طبعا عندنا أكو بعض الكيسز مثلا التوين، عندنا توين بريجننسي أو مولر بريجننسي، هاي تكون أسوشيتد with very high level of HCG، يعني أكثر من الزيادة اللي تصير بالنورمال بريجننسي. طبعا يفضل العينات نأخذ first specimen in the morning recommended، حتى خلينا نقول اليورن شوي يكون concentrated أكثر. طبعا هذا التست ممكن يكون accurate بالtime of menstruation، يعني بس مجرد انه تأخرت يعني المنسترال سايكل يوم او يومين ممكن يكون positive او بعدها بكم يوم. بعض الفحوصات الاخرى عندنا الالتراساوند قسم عدة انواع. عندنا اول واحد هو الترانس فاجينال التراساوند، هذا بالعادة نستخدمه بالفيرست تريمستر. هذا حيساعدنا نحدد الديت بالضبط شو صارت البريجننسي، كذلك الفيتال لوكيشن موقع الجنين، عدد الاطفال، خلينا نقول في حال اطفال انابيب او مثلا عندنا توين ممكن يساعدنا نحدد هالشيء. اللوكيشن اوف بلاسنتا مع الانترنال سيرفايكال اوس. شنو نقصد بالانترنال سيرفايكال اوس؟ نرجع على الصورة هنا، عندنا هاي عندنا صورة الرحم، هاي عندنا الأوفريز، هنا العفو الأوفريز، هاي الفاليبيان تيوب، هذا اليوترين كابيتي، هذا السيرفايكال كانال اللي هي نسميها عنق الرحم، هاي يسموها الداخلية internal cervical os وهاي external cervical os. المكان الطبيعي للبلاسنتا اتاتشمنت مفروض يكون فوق، كل ما يكون ناصي، هذا أيضا حنتكلم عنه إن شاء الله بالمحاضرات القادمة، كل ما حيسوي لي complication وتكون عملية الولادة أصعب. فالفاجينال ألتراساوند حيساعدني أعرف البلاسنتا وين صاير موقعها من موقع الانترنال سيرفايكال أوس، وبالتالي احنا حنعرف أن وضع الحمل يعني شلون مستقر أو بإشكالات ممكن. وأيضا طبعا ألتراساوند ممكن يساعدنا نعرف السيرفايكال لينث، طول عنق الرحم. طبعا إذا كان عنق الرحم يعني صغير طوله قصير ايضا ممكن يسوي لي اشكالات وكومبليكيشنز. عندنا النوع الثاني هو الترانس ابدومينال التراساوند السونار العادي اللي عن طريق البطن، هذا شو بيفيدنا؟ برا 16 اسبوع من الجستيشن، هذا ايش حيساعدنا؟ نشوف الميجر سيستم تو بي اكزامد. احنا قلنا اول 8 اسابيع هي الامبريونيك بيريد، بعد وراها حيكون عندي يتكون يعني جنين كامل، فبالحاله ورا 16 اسبوع اقدر اشوف الاورجنز مالته شنو وضعها. وطبعا بعدها بالثيرد تريمستر ممكن ايضا اشوف الفيتال جروث، الهارت ريت مالته شنو وضعه، البريذنج اكتيفيتي، يعني اعرف تفاصيل هوايه عن الطفل مالتي. الدوبلر سونوغرافي خلينا نقول احد اهدافه الرئيسيه اشوف الهارت بالسيشن، نبضات القلب، يعني وضع القلب شلون طبيعي او غيرها، وبالتالي واشوف ايضا يوصل له دم طبيعي للطفل من الام، وضع البلاسنتا وكذا كل شيء تمام او لا. عندنا الفحص الاخر اللي هم يسمون الفا فيتو بروتين تيست. الالفا فيتو بروتين تيست هذا طبعا اذا كان اكثر من الطبيعي ممكن يكون انديكيتيف اوف نيورال تيوب ديفكت، هاي التشوهات الجنينيه شوفتكم صورتها. عندنا فحص ثاني اللي هو الامنيوسينتسز، هذا الامنيوسينتسز يبحثون به عن بعض الاشكالات اللي ممكن تصير بالحمل، مثلا ندور به اذا اكو كروموسومال ابنورماليتيز، نيورال تيوب ديفكت، عندي جينيتك ديس اوردر او داون سيندروم، هاي كلها نقدر نشوفها. طبعا الامنيوسينتسز ياخذون عينه من سائل اللي موجود بالرحم ويسوون عليه
فوسات. عندنا نوع ثاني اللي هو يسمونه الكوريونيك فيلس سامبلينج، هذا ايضا يساعدنا اذا نشوف اكو كروموسومال او جينيتيك ديس اوردرز. وعندنا اللابروسكوبي، اللابروسكوبي اللي هو الجراحه المنظاريه، يعني خلينا نقول مثلا اهميتها بالحمل، مثلا على سبيل المثال بدنا نسوي فحص معين، او مثلا صار عندها التهاب بالزائده الدوديه او غيرها، فحيكون السيفست ابروتش هو استخدام اللابروسكوب، يعني ما نعتمد على فتح البطن بهيش حاله. هسه نجي على عنوان مهم اللي هو الابورشن او المس كارج، الاجهاض طبيعي، نقصد بالترمينيشن يا اما سبونتينيوس تلقائي او انديوست متعمد، اللي هي استابليش بريجنسي قبل 20 ويك اوف جستيشن، يعني قبل 20 اسبوع من الحمل. احنا قلنا قبل شويه بدايه المحاضره تتذكرون مجرد عبر ال 20 او 24 اسبوع احنا اعتبره بعد بارتي ريجاردلس هو شلون اندد الابورشن اللي هو ما عبر ال 20 اسبوع. طبعا 60% من هذه الحالات سببها كروموسومال ديفكتس، اللي سببها ماتيرنال او باترنال فاكتور. ترى هاي خلينا نقول ممكن تكون يعني نعمه من رب العالمين هذا الشيء، يعني هاي اكو فد نظريه مع داروين همين سميها انتخاب الاصلح، يعني كأنما الجسم من يشوف الطفل بي يعني عيوب خلقيه هو اساسا يعني قابليته انه خلينا نقول يتشلب وينمو بشكل طبيعي تكون اقل، فبالتالي احتماليه الاجهاض تكون اكثر، حتى ممكن بالمستقبل يصير حمل لطفل يعني صحي اكثر. ف 60% من الحالات هي كروموسومال ديفكتس، 15% هنا عندنا ماتيرنال تروما، يعني مثلا المذر صاعدها انفكشن، عندها يعني سوء تغذيه، عندها سكري، هايبوثايرويدزم، او اناتوميك مالفورميشن عندها ممكن البريجننت وومن. وما عندنا دليل قطعي ريلايبل معتمد ان الابورشن اي حدد السايكيك ستيمولاي، يعني ماكو شيء اسمه من العصبيه او من فزه او انكزايتي تسبب حمل، ماكو في الدليل قطعي بهذا الموضوع. ويبقى عندنا ربع الحالات الاخرى بسبب الابورشن هو غير معروف cannot be determined. عند هنا نوت من نسوي الالتراسونوغرافي، من نسوي الالتراساوند هنشوف الجستيشنال ساك، يعني الكيس اللي صاير بيه الجستيشن مال الطفل، هذا ممكن نشوفه بعد 5 إلى 6 أسابيع من اللاست منسترول بيريود، ونشوف وراء الفيتال بول وراء 6 أسابيع، كاردياك اكتيفيتي ممكن تبدي تشوفها من الطفل من 6 إلى 7 أسابيع. لذلك من نسوي observations عادة احنا نحتاجها حتى نشوف changes بالsize of embryo اول فترات. فلذلك اذا اكو شغلات مو طبيعية بالقياسات بالاحجام، اكو شغلة مفروض تظهر عندي ما تصير، فمعناها عندي مشكلة بالpregnancy وهي abnormal. هسه انواع الابورشنز، النوع الاول هو يسميه threatened abortion، حمل مهدد، يعني بعده ما صار يعني اسقاط بس هو مهدد. زي يصير عندنا هنا هاي طبعا جدا مهمة تركزون عليها، يعني الفرق بين الانواع الابورشنز، يعني هاي خلينا نقول احتمال قوي ممكن يجي من عندها سؤال نهاية السنة. الانترايوتراين بليدنج قبل 20 اسبوع هاي اول عبارة، هاي خلينا نقول تمشي وين ويا كل انواع الابورشنز. هنا أنا ما عندي uterine contractions، بدي يصير عندي تقلصات بالرحم، لكن cervical dilatation يعني دا يصير عندي توسع بعنق الرحم، تمام؟ العفو without اعتذر عفوا with or without contraction، يعني ممكن أكو تقلصات بالرحم وممكن لا، بس عنق الرحم لحد هسه ما عندي بي dilatation، يعني عنق الرحم بعده مسدود. Without expulsion of the product of conception. Product of conception نقصد به يعني البيبي والكيس الرحم، يعني والكيس المحيط به، هاي كلها نسميها product of conception. لحد هسه كل شيء موجود بمكانه. Non pregnancy continues يستمر الحمل، لكن عندي من 25 إلى 50% من the threatened abortion بالنهاية ينتهي بالإسقاط وال loss of pregnancy. بداية احنا نسوي ultrasound sonic examination حتى نشوف نتأكد ان الفيتس بعده موجود او لا، يعني البرودكت اوف كونسبشن والبيبي بعدهم موجودين او لا. النقطة الأولى بيد ريست،
الأم لازم ترتاح من 24 إلى 48 ساعة مينيمم، أو ممكن نقول 2 days after red loss has xis، يعني أو على الأقل يومين تظل مرتاحة إلى ما بعد ينقطع عنها نزول الدم. وراها gradual resumption of usual activities، شوية شوية ترجع بعدين تمارس حياتها الطبيعية، طبعا مع الامتناء عن الكويتس and douching. شنو نقصد بالكويتس والدوشينج؟ كويتس نقصد به الانتركورس، والدوشينج هو استخدام الغسول الداخل، يعني أي شيء ممكن يأثر لي على يعني التقلصات أو ممكن يأثر على عنق الرحم، أي كل شيء نبتعد عنه، نمتنع عنه حتى نحافظ على البريجنسي. الهرمونال تريتمنت بالبروجسترون عادة نكون كونترا انديكيتد، هذا كونترافيرسي يعني اختلاف بين المصادر. إذا صار لي مجال إن شاء الله حاول أسوي لكم يعني فيديو بسيط عن البروجسترون والإستروجين وشنو الرول مالتهم بالبريجنسي أو حتى بالمنسترول سايكل، يعني التفكير والفائدة العامة. البروجسترون بسرعة ما خلينا نقول فكرة مالته أنه يساعدنا أنه يحافظ على الرحم، يحضر ريال البيبي، بس بسرعة عامة هذا الإجراء اعتبره كونترا انديكيتد. أذر ثيرابي مثل التوكولايتكس أيضا يعني عليها question marks، بس إذا عندي البيشنت كانت يعني أكيد إذا عندي وحدة pregnant وعدها سقاط مهدد حتكون عدها الانكزايتي عالية والخوف وغيرها، فبهالحالة ممكن ننطي الدايزبام أو الفاليوم 3 مرات باليوم إلى أن ما تهدأ الحالة. هسه هنا عندنا الانيفيتابل أو الحتمي abortion، هذا يعتبر هسه شوفوا مقارنته بالنوع القبل، عندي يصير بليدنج قبل 20 اسبوع من الجستيشن، شنو هي continued cervical dilatation الثريتند، ما كان عندنا لحد هسه cervical dilatation، هنا بلش عنق الرحم يتوسع لكن لحد هسه expulsion without expulsion of the product of conception، يعني لحد هسه ما صار عندي expulsion of product of conception، لكن هو حتمي يعني حتطلع البرودكت، حتطلع بعد الحمل يعني انتهى. طبعا عادة اليوترس expel its content unaided، تخرج يعني بدون ما اسوي لها شيء هي تطلع اوتوماتيكيا. بالانفيتابل عادة المانجمنت قلنا هي تطلع unaided الشغلات اللي بيها، ممكن هنا نعطي انالجيسك حتى يسكن الالم على الام، مثلا ممكن نعطونا البافيدين. إذا البليدنج كان كلش هذي هنا ممكن نعطي الإرجومترين حتى يقللي البليدنج. نجي على الإنكمبليت أبورشن، شنو نقصد بإنكمبليت؟ هنا expulsion of some but not all of the product of conception، يعني هسه هنا الرحم طلع من عند الجزء، يعني مثلا ممكن وقع الطفل بس الكيس والباقي الأشياء اللي كانت موجودة بالرحم بعدها ما طلعت. Some portion usually placental يعني شغلات العلاقة بالبلاسنتا مشيمة والغيرها بعدها بقت. هنا mild cramps are reported، ما صارت عندي تقلصات قوية فلذلك ما صار يعني صار incomplete، الرحم ما تقلص بشكل قوي بحيث حتى تطلع كل البرودكت وإنما صارت mild cramps. لكن شنو الملاحظة الثانية؟ bleeding persist، حيصير عندي نزف وعادة يكون نزف قوي. ليش يصير عندي هذا النزف القوي؟ لأن هذا البرودكت اوف كونسبشن من بقى عندي بالجسم، البرودكت اوف كونسبشن هذا حيمنعني اليوتراين من انه يرجع يتقلص الوضع الطبيعي. هسه حنرجع على هاي الصوره اللي عندنا، هذا الرحم من اكو هنا يكون برودكت اوف كونسبشن بعد باقي جزء من عنده ما راح يقدر يتقلص بصوره طبيعيه بحيث تنغلق السيرفايكال كانال وطلع كل شيء حتى يوقف البليدنج، حيظل اكو جزء موجود فكأنما حيمنع عمل التقلص وبالتالي حيبقى النزف وممكن يكون نزف جدا شديد. زين احنا بهالحالة شو هنسوي؟ اول شغلة نسويها اننا لازم IV line يعني ندخل المستشفى حتى او blood transfusion حتى نمنع الكمبليكيشن، لان هنا الفيميل اللي تفقد دم هواية. وprompt removal هنا احاول اطلع الproduct of conception with appropriate pain control، يعني انت في pain killer وحاول اطلع البرودكت اوف كونسبشن اللي باقي مدى يطلع
هنا عاده يستخدمون الدايليتيشن اند كورتاج، يستخدمون هذه الطريقه، يعني يستخدمون تولز معينه وتدخل عن طريق الفاجانم بحيث يعني يكشط كل شيء موجود عندي داخل الرحم وينظفه، حتى بالتالي يرجع الكونتراكشن بصوره طبيعيه ويتوقف عندي النزف، وايضا حتى يصير عندي probability انه يصير حمل بالمستقبل. هسه الكومبليت ابورشن، نان اكسبلشن اوف اول اوف ذا برودكت اوف كونسبشن قبل 20 اسبوع. صورة عامل pain ceases، الالم حيختفي وممكن حيصير عندي spotting may persist for few days، يعني هنا نشوفوا الدم قليل مو مثل هنا نزف. ليش؟ لان هنا البرودكت اوف كونسبشن كله طلع، فلذلك اليوترين كونتراكشن صار بصوره طبيعيه وبالتالي وقف لنا النزف. الحاله الخامسه اللي هي نسميها المست ابورشن، ايش تقصد بها؟ انه الطفل مات ببطن امه لكن البرودكت اوف كونسبشن از ريتيند، يعني لا الطفل وقع ولا المشيمه ولا كذا، كلها بقت بالرحم، ممكن تستمر اسابيع او ممكن حتى اشهر، يعني المراه هي طفل ميت ببطنها وهي ما تدري. طبعا اعراض الحمل حتختفي لان الهرمونز والكذا اللي تغيرت اثناء الحمل كلها حترجع المعدلات الطبيعيه. وممكن يكون هنا عندنا براونش فاجينال ديسشارج، افرازات يعني بنيه بس ما عندي فري بليدنج، ماكو دم احمر، وايضا الالم ايضا غير موجود. طيب بالحاله احنا شنو ممكن نسوي؟ الشغله الاولى ممكن نسويها ايفاكويت ذا كونسبشن، نانا سيرجيكلي باي اسبيريشن. اسبيريشن الفكره مالتها شلون المكنسه الكهربائيه تقريبا فكرتها، بس قوتها عشرات يعني 10 اضعاف ممكن المكنسه العاديه او اكثر، يعني كانما يسحب كل البرودكت اوف كونسبشن من الداخل. بس طبعا احنا حسب ما عرفت من احدى طبيبات النسائيه انه هاي الطريقه يعني نادره ما تستخدم عندنا بالعراق. الماشي عندنا هو الدايليتيشن اند كورتاج، يعني مثل الانكمبليت ابورشن حتى يتخلصون من عنده. طبعا الكورتاج اللي احنا هنا خلينا نقول معتمدين اكثر اطباء نسائيه ممكن يسوي لي تروما للرحم، الاسبيريشن ممكن يكون يعني ريسك اوف تروما للرحم اقل. الاوبشن الثاني ممكن عندنا اللي هو ننطي فاجينال سبوستريز بروستاغلاندين اي 2 فاجينال سبوستريز، كلكم تعرفون الميزوبريستول اللي عاده او سايتوتك يستخدم، ممكن يكون افكتيف الترناتيف حتى يخلصنا من البرودكت اوف كونسبشن. هسه النوع الاخير هذا نسميه ريكرنت اور هابتشوال ابورشن. شو نعتبر انه هذا ريكرنت هابتشوال ابورشن؟ من يصير عندي spontaneous consecutive يعني متتالي lose of three or more non viable pregnancy، يعني ثلاث مرات يصير عندها اسقاط وطبعا كلهن اقل من 20 اسبوع. احنا قلنا اذا عبر 24 اسبوع هذا حيصير parity وليس abortion. طبعا هاي ممكن تصير من 0.4 الى 0.8% of all pregnancies. هاي الابنورماليتيز ممكن 50% من الحالات نقدر نعرف سببها، باقي الحالات ممكن ما نعرف شنو سببها. طبعا المرأة اللي صار عندها ثلاث مرات اسقاط متتالية يبقى عندها احتمالية من 70 الى 80% انه يصير عندها حمل طبيعي بالمستقبل، يعني عندها تشانس جدا عالي. وحتى اللي صار عندها اربعة او خمس مرات ايضا يبقى عندها تشانس من 65 الى 70% يصير عندها حمل. هنا لكم ملاحظة مهمة، الريكرنت ابورشن is a clinical rather than pathological diagnosis. الكلينيكال ايش نقصد به؟ تشخيص سريري كلينيكال rather than clinical يعني clinical diagnosis ايش نقصد به؟ based خلينا نقول على signs و symptoms اللي تصير the medical history of the patient. بس هنا ما راح اعتمد على لابراتوري اكزامينيشن او الايمجنج، يعني ما راح اعتمد على سونار او على فحوصات معينه او شيء، هذا نسميه كلينيكال دايجنوسيس، فحص يعني تشخيص سريري. بينما الباثولوجيكال دايجنوسيس هالحاله ايش نقصد به؟ هنا نحدد الكوز اوف ذا illness،
عن طريق اخذ فلويد عينه من الفلويدز ونفحصها تيشوز او ذا بيشنت تمام يعني بنسوي على بلاد سامبل نستخدم الميكروسكوب ناخذ سبيسيمن اوتوبسي هذا حنسميه الباثولوجيكال دايجنوستس فلذلك من نجي على الريكرنت ابورشن هو بالعاده حيكون كلينيكال راذر ذان باثولوجيكال يعني مو شرط دائما حنعرف شنو الاسباب اللي تصير على الهيستوري مال المريض او غيره يعني صار عندها اكثر من مره اسقاط الحين بدنا نشوف اكفت اشكال او شيء فبالتالي نعتبر الريكرنت او هابتشوال ابورشن نجي على التريتمنت التريتمنت هنا حيكون على مرحلتين المرحله الاولى اللي هي بري كونسبشن احنا ايش يصير عندنا يصير عندنا ابورشن المريض يصير تمام راح نسوي شنو نحاول نسوي اجراءات قبل الحمل حتى نزيد احتماليه انه يصير حمل طبيعي بري كونسبشن ثيرابي اول شيء aim to detection of maternal or paternal defects نشوف المشاكل اللي تصير عندي عند سواء الميل او الفيما النقطه الاولى لازم رول داوت اللي هو البولي سيستيك اوفرين سيندروم او ما نسميه بتكيس المبايض ليش يعني طبعا 40 يعني من 8 الى 40% من الكيسز اوف هابتشوال ابورشن هم عندهم بي سي او اس فلذلك علاج البولي سيستيك اوفرين سيندروم ممكن يكون هو الشغله اللي تسوي لنا المشاكل كلها النقطه الثانيه راندوم بلود جلوكوز تيست اشوف وضع السكر على عنده دايابيتس او لا وكذلك الثايرويد فانكشن وضع الثايرويد فانكشن شلونه هاي لازم اتاكد من عندها كلها تمام حتى يعني اقل الاحتماليات اللي ممكن تسوي لي المشاكل هسه هنا ديتكشن اوف لوبس انتيكوجلانت هذا طبعا اللوبس انتيكوجلانت هذا ممكن يسوي لي سمول كلوتس وبالتالي يسوي لي كومبليكيشن بالحمل اكيد كلكم شايفين او سامعين طبيبات نسائيه تجيهم اكو حالات يصير عندهم تخثرات وامبولايز اثناء فتره الحمل وبالتالي تؤدي الى موت الجنين فهي ممكن تحتاج انتيكوجلانت ثيرابي طول فتره الحمل حتى تحافظ على سيوله الدم بشكل طبيعي عندها بعد النوع الثاني اللي نسميه هيموستاتيك ابنورماليتيز عندنا البروتين اس بروتين سي والانتيثروبين ديفيشنسي هاي ايضا شغلات كلها تمنع تخثر الدم فلذلك اذا كان عندي ابنورماليتيز بيها ايش حتسوي لي حتسوي لي زياده بالكلوت ريسك وبالتالي لوز اوف بريجننسي الانتي نيوكليار انتي بوديز ايضا لازم نشوفها اذا موجوده هاي ممكن ايضا تسوي لي مشاكل في الحمل الشغله الرابعه شوف الاندوميتريال تشو طبعا احنا من نجي على الاندوميتريال نقصد به الاندوميتريال هي بطانه الرحم المايوميتريوم هي عضله الرحم اوكي فمس سمعن اندو يعني احنا نحكي داخل الرحم المكان اللي حينمو به البيبي نشوف استجابته للهرمونات استجابته طبيعيه او لا عندنا هيستروسكوبي وهيستروغرافي يوز كونجنتال انوماليز ايضا جزء ممكن اكو تشوهات خلقيه عند الفيميال هي ذا تسوي لي هاي مشاكل ايضا لازم اشيكها عندنا شغله ثانيه اللي هي نسميها كروموسومال اناليسيس اذا كان البوث بيرنتس رولز اوت بالانسد ترانسلوكيشن طبعا هذا البالانسد ترانسلوكيشن شنو نقصد به هذا طبعا ممكن يكون ب 5% للانفرتايل كابلز هذا الترانسلوكيشن شنو ده يصير احنا الكروموسوم يصير اكو بجزء من عنده بروكن يعني اكو جزء من عنده يعني انقص ويجي يحول بالجهه الثانيه من الكروموسوم يعني نسميها ترانسلوكيشن يصير بالمكان مالته فذلك اذا هذا الكروموسوم هو سوالي للبرجنسي حيسوي لي تشوهات وممكن هو يكون سبب فشل البرجنسي طبعا احاول ان شاء الله اخليكم صوره عليه انا شفت حاط صوره بس كل ناسي اخليها بالفايل مال ناسي اضيفها اعتذر من عندكم على الترانسلوكيشن بس هاي ايضا محتمل الحالات اللي ممكن هي تكون سبب الابورشن هسه نجي على البوست
conception. هسه صار عندنا conception, صارت الفيميل pregnant. أول شيء provide early prenatal care وschedule frequent office visit. دائما لازم تراجع ويا طبيبتها حتى تشيك الأمور كلها تمام. Complete bed rest is justified only for bleeding or pain. يعني ماكو شيء اسمه والله يساعدها اسقاط مكرر لازم نظن انها بالفلاش 24 ساعة. لا, الراحة حتكون ضرورية فقط بني يصير اكو عندنا bleeding او الم. اذا اكو الم او bleeding فبهالحالة لازم ترتاح. طبعا اكو بعض الحالات يستخدمون امبريك سكس ستيرويد هرمون ثيرابي. يعني امبريك شنو نقصد بهاي العبارة؟ انه تجريبي او مبني على الخبرة. شو مثلا من تجي حالة للمستشفى ما نعرف شنو نوع الانفكشن بما تطلع الزرع نقول امبريك انتيبايوتيك ثيرابي, يعني احنا نحاول نغطي احتمالاته هواي. طبعا هاي كونترا انديكيتد استخدام هاي الطريقة. شو وقت تكون جاستيفايد؟ اذا لقينا مثلا انتي نيوكليار انتيبوديز, يعني اكو دي يصير مثلا اوتو اميونيتي او شيء فنحتاج شيء يثبط لي المناعة, فبالحالة ممكن يكون فد شيء جاستيفايد بالتريتمنت. نجي على البروغنوسيس. طبعا حيكون اكسلنت في حال احنا عرفنا شنو هو سبب الابورشن.